بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين والمدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غرض الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أن الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين يكرهون ما يفعله المبتدعة والمشركون عند قبورهم، لأنهم جاءوا بالنهي عنه والتحذير منه في حياتهم، فهم يكرهون أن يفعل هذا عند قبورهم. وهذا فيه رد على هؤلاء المبتدعة الذين يظنون أن الأولياء والصالحين والأنبياء يرضون بذلك، وأنهم طلبوا منهم أن يفعلوا هذا عند قبورهم بعد موتهم، كما يلفقون الأكاذيب في ذلك. ومما يدل على هذا أن المسيح عليه السلام يتبرأ مما يفعله النصارى ويعتقدونه فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو أنه قال لهم اعبدوني من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فهذا المسيح عليه السلام يتبرأ يوم القيامة من الذين اعتقدوا فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله كما هي مقالات النصارى فيه. ولهذا قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم، وكل معبود من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة ممن عبده. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والملائكة يتبرؤون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. فالذين أمروهم بعبادة غير الله هم الشياطين، أما
أما الملائكة عليهم السلام فإنهم إنما يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك جميع المعبودين من دون الله يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم، كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا وكما قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهذا مآل المشركين يوم القيامة أنهم يواجهون هذا الموقف الصعب في أن من عبدوهم من دون الله وعلقوا عليهم آمالهم في الدنيا واستغاثوا بهم تبرؤون منهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. قال فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته. نعم. فلا يظن أن هؤلاء المقبورين من الأولياء والأنبياء والصالحين أنهم يرضون بذلك وأنهم أمروا بذلك، بل على العكس إنما نهوا عن ذلك وجاهدوا عليه في حياتهم، فهم لا يرضون بذلك وينكرونه وشد الاستنكار، ويوم القيامة يظهرون البراءة منه علانية أمام الأشهاد يوم القيامة. ولا يقال إن الأولياء والصالحين إنهم رضوا بهذا الشيء فيكون هذا نقصا في حقهم، بل إن قدرهم باق عند الله ومكانتهم باقية عند الله، لا يضرهم من تعلق بهم وعبدهم من دون الله، لأنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار ويتبرؤون منه غاية البراءة، فقدرهم باق والحمد لله، قيمتهم عند الله باقية، لأن الله يعلم أنهم لا يرضون بذلك وأنهم كانوا ينكرون ذلك. نعم. قال فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم. نعم، بل هو من باب إكرامهم بزعم هؤلاء الذين يتخذونها أعيادا، فهم يظنون أن هذا إكراما لهم، ويظنون النهي عن اتخاذها أن في إهانة لأصحابها، إذا قيل لا تفعلوا ذلك عند القبور قالوا أنتم ضد الأولياء وتكرهون الأولياء ولا تقتربون. نعم، هو هذا. هو يظنون أنهم إذا نهوا عن ذلك أن هذا فيه غض من أصحاب، أن هذا فيه غضا من قدرهم، وفي حين أن هذا هو الحق وهو الذي فيه إكرامهم ورفعتهم. فهؤلاء القبوريون إذا قيل لهم إن هؤلاء الأولياء والصالحين لا يملكون لكم شيئا فلا تدعوهم من دون الله، قالوا أنت تنقصت. نعم. الصالحين وحططت من قدرهم، فهم يظنون أن رفعة قدرهم وإعلاء مكانتهم إنما هو بدعائهم من دون الله، وهذا من أعظم الكذب ومن أعظم الخطأ، فإن هؤلاء الصالحين يكرهون ذلك ولا يرضون به، فكيف يكرمون بما يكرهونه؟ نعم. وما لا يرضونه، وكيف يكرمون بما كانوا ينكرونه في حياتهم؟ فليس في هذا غضا من قدرهم، وإنما هذا فيه إكراما لهم وصيانة لهم مما يعتقده فيهم الجهال والمغرضون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم. وكذلك من إكرام الأولياء والصالحين الاقتداء بهم. نعم. واتباعهم في العمل الصالح، لأن هذا مما يزيد الله به درجاتهم وأجورهم عنده يوم القيامة، لأن من دعا إلى هدى
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهؤلاء الأولياء والصالحون كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكانوا ينهون عن الشرك والبدع، فمن اقتدى بهم في ذلك فإن هذا يسبب عظمة أجورهم وكثرة ثوابهم، لأنهم هم الذين بيّنوا هذا للناس وسنوه للناس. نعم. قال رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية وإما من الأشعار وإما من السماعات ونحو ذلك، لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، يعني لإعراض قلوبهم. نعم. إنما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من هذه الخرافات وهذه الأكاذيب وهذه الترهات التي شغلوا فيها أنفسهم عند القبور والمشاهد، إنما وقعوا في هذا لأنهم أعرضوا عما جاء به الشرع المطهر من التوجيه إلى دعاء الله والاستعاذة به والاستغاثة به وخوفه ورجائه والتعلق به، فهم وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم أخذوا الجانب الآخر المخالف لما جاءت به الرسل وما عليه سبيل المؤمنين، فهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، ولما أعرضوا عما جاء به الكتاب والسنة ابتلوا بالبدع والمحدثات. وهذا شيء معروف أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. نعم. قال: لإعراضهم عن المشروع وإن قاموا بصورة المشروع. نعم. وإن قاموا به صورة لا حقيقة، فهم يصلون مع الناس ويصومون مع الناس ويتظاهرون بالعبادات، لكن ما في قلوبهم من الاعتقاد في غير الله ودعاء غير الله والميل إلى المخلوقين، هذا هو الذي يخلفهم عن اللحاق بالصالحين. نعم. قال: وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. نعم. فمن أقبل على الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة وما تشتمل عليه من العبادات القولية والعملية والقلبية والبدنية فإنها توجهه إلى كل خير. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلو أنهم أقبلوا على الصلوات الخمس بقلوب حاضرة وتأملوا ما فيها من الأسرار العظيمة لشغلتهم عن ما يخالف الحق. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. نعم. قال: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. نعم. مما يعوض بل هو الأصل ما يعوض بل هو الأصل مما وقع فيه هؤلاء هو هذه الأمور، أن يتعلق الإنسان بالعبادات المشروعة، يتعلق بالصلوات الخمس وأدائها على الوجه المشروع والتأمل فيها وبتدبر كلام الله في القرآن العظيم، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تفقه في ذلك، فإن هذا سبيل الرشاد لمن يريد الحق. لكن لما أعرضوا عن هذه الأمور وصاروا يصلون صلاة صورية ويقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ويسمعون الذكر ولا يتأملون فيه، صارت حالتهم كحالة هؤلاء الذين طمست بصائرهم والعياذ بالله فأعرضوا عن ذكر الله. ومن قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال: ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار ودعاء أدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته. وكذلك بعد التأمل في الصلاة
مفروضة وفي كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك تعلق بالأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة، وذلك كأدبار الصلوات، وكذلك في أوقات السحر وفي قيام الليل وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان وليلة القدر وغير ذلك من الأوقات الفاضلة، فإن هذا مما يحيي القلوب ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويفقه الإنسان في دين الله عز وجل حتى يستغني بذلك عن كل ما سواه من الأباطيل. نعم. قال: فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير، يعتاض بنوع من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. نعم. العاقل المراد به العاقل العقل السليم الذي يدرك الخير ويدرك الشر ويميز بين الحق والباطل. فالعاقل إذا تأمل في هذه الأمور المشروعة وهذه الأسرار العظيمة في العبادات، فإن ذلك مما يعلق قلبه بها ويغنيه عما سواها، ومن يطلب الخير يحصل عليه بإذن الله، ومن يتوقى الشر يوقه، أي يتوقى، هو يتوقى الشر ويحذر من الشر. أما الذي لا يتأمل في هذه الأمور ولا يعرف الخير من الشر، وأيضا لا يتحرى الحق، وإنما يمشي على العوائد وما عليه عوام الناس وما يرى الناس يفعلونها بدون تبصر، فهو الذي يقع في هذه المهالك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين: أحدهما النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى للصلاة عند الأسطوانة، وكما يقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك. والقول الثاني: نعم، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الأمكنة التي مر بها الأنبياء أو جلسوا فيها أو صلوا فيها، هل تقصد بعدهم اقتداء بهم؟ فيقال: الجواب عن ذلك ما قصدوه من أجل التشريع فإنه يقصد، فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأممهم هذه تقصد، كقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك الصلاة عند مقام إبراهيم الذي قال الله جل وعلا: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية بعد طوافه. فما قصده الأنبياء من أجل التشريع لمن بعدهم فإنه يقصد، يعني لحمل أممهم على فعله. أي نعم، فإنه تقصد هذه البقاع التي قصدوها لأجل التشريع والاقتداء بهم فيها، فإنها أماكن مباركة. وأما ما فعلوه اتفاقا، أما ما فعلوه اتفاقا من غير قصد، لأن أدركتهم الصلاة فصلوا في هذا المكان، أو أرادوا أن يستريحوا فاستراحوا في هذا المكان من غير قصد وإنما هو اتفاق، فهذا لا يقصد من بعدهم. واتخاذه مكانا للعبادة يكون من البدع، لأنهم لم يشرعوا لنا ذلك، وإنما فعلوا هذا اتفاقا فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقا لا قصدا. نعم، بعضهم يرى التسامح في هذا، وأنه ما دام النبي جلس في هذا أو صلى فيه أو وقف فيه فإنه لا بأس بقصده،
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يتمثل في فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا في الحقيقة إنما فعله ابن عمر رضي الله عنه من باب الاقتداء لا من باب التبرك بهذا المكان، وإنما هو من باب تمام الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا، هذا غير مشروع في الحقيقة، لأن الصحابة ومن هم أكبر من ابن عمر رضي الله عنه وأفضل من ابن عمر ما كانوا يفعلون هذا الشيء ولا يقصدونه. نعم. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم مكتوم وفي بيت كعب بن مالك وفي بيت أم سليم، من أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيتهم يصلون فيه، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فلا بأس أن يصلى فيه، وأن من النوع الأول، هذا يكون من النوع الأول. وأما ما فعله اتفاقا من غير قصد ومن غير أن يطلب منه أن يأتي هذا المكان ويصلي فيه، فهذا كغيره من الأمكنة، لا ميزة له. نعم. قال: وكذلك نقل عنه أي أحمد، أحمد بن القاسم، أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رؤيا أنه يصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس به. قال: ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى. ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنه من تتبع الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها ومر بها وصلى فيها، فهذا إنما فعله ابن عمر من باب الاقتداء لا من باب التبرك، فمن فعله من باب الاقتداء فقد يقال إنه لا بأس به كما قال الإمام أحمد رحمه الله من باب الاقتداء، أما ما يفعل من باب التبرك فهذا لا أحد يقول به فيما نعلم، لا أحد يقول به فيما نعلم. والمدينة ليس فيها أمكنة تقصد إلا المسجد النبوي الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، وإلا مسجد قباء الذي قال الله جل وعلا فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه أحيانا، وكذلك زيارة البقيع والشهداء لأموات الصحابة السلام عليهم والدعاء لهم، هذه هي الأمكنة التي تزار في المدينة، وما عداها فلا أصل لزيارته. نعم. صلى الله عليكم. قال: فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، يعني من إفراطهم، رواهما الخلال في كتاب الأدب. قال: يعني يقول الإمام أحمد: لو أن الناس اقتصروا على ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع، أو ما كان ابن عمر يفعله من باب الاقتداء للتبرك فإن الأمر في هذا واسع، لكن الناس أفرطوا في هذا وصاروا يأتون هذه الأمكنة للتبرك بها، واعتقاد أن زيارتها مشروعة وغير ذلك. نعم. قال: فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم، كمواضع بالمدينة، بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. نعم، هذا هو تفصيل الإمام أحمد. ما كان يتردد عليه ويعتقد فيه فهذا لا يجوز، أما ما كان من باب المرور عليه من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يتسامح فيه، ولكن لا يفرط فيه
كما ذكر الإمام أحمد لا يفرط في هذا الأمر ويتبرك بهذه الأمكنة أو تتخذ مصليات. نعم. قال: وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة، فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه. هو كما سبق لا يخرج عن التفصيل السابق أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا لأجل الاقتداء به فهذا يفعل، وأما ما فعله اتفاقا من غير قصد فهذا لا يفعل، ولا يتخذ مكانا للصلاة أو للعبادة. نعم. قال: وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له الصلاة من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. نعم، هذا الكلام الحاسم من عمر رضي الله عنه يدل على ما ذكره الإمام أحمد وغيره من أن ما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله اتفاقا فإنه لا يحيى بعد ذلك ولا يعتاد ويجعل عيدا فيما بعد، فإنما هلكت الأمم السابقة بمثل هذا من تتبعهم لآثار أنبيائهم واتخاذها أعيادا مكانية أو زمانية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وعجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.